احنا شكلين جداد يا جماعه من الترنج الكاجوال الخروج الاستقبال، سموه زي ما تسموه، بس عايزه اقول لكم ان هي حته جباره جباره، بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايف كده تلبسها لحد 5 اكس، القصات بتاعتها جامده، الخامه زي ما انت شايف. السعر 159 جنيه، انت متخيل حته زي كده لوكس؟ الترنج ده انا هاخده، ده انا هاخده. بص حاجة من الآخر، من الآخر، تنزلي بقى شغلك، تنزلي بيها لو دراسة، لو كده استقبال في البيت، هو تمشي معاك كل حاجة، ترنج بكم حاجة كده، بسم الله ما شاء الله. ده برضو موديل تاني أنا قلت أصوره لكم كده في فيديو سريع، اللي عايز يحجز منهم الحقوا احجزوا يا جماعة، لأن دي صفقة ومش هتتكرر. صفقة وإيه؟ مش هتتكرر، لن تتكرر تاني في التاريخ. أهو بص الشغل، أهو 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 المال الحلال اهو. بص شغل عظمه، تقول لي انتوا سارقين الشغل ده، اقول لك المال الحلال اهو. اللي احنا بنسرقش، احنا بس بنوقع صفقات. اهو حاجه بتطلع ب 250 هنسلمها لك احنا 159 جنيه. ربنا يحسن السوق لينا وليكم، الحقوا احجزوا يا جماعه عشان الشغل ده مش بيقعد. والسلام عليكم.